النائب المجمد هاجر بوهليل تعبر عن تفاجئها برفض مصالح صندوق الكنام تمكينها من جرعة علاج مرضى السرطان بسبب إيقاف جرايتها، علما وأنها موظفة طيلة 25 سنة ولم تستأنف إلى اليوم عملها بعد تجميد البرلمان، مطالبة في تصريح للزميل سيد الهمامي رئيس الجمهورية بإيجاد حل قانوني عاجل. موظفة مدة 25 سنة، الحمد لله رب العالمين، عندي مرض سرطان، نتعالج ناخذ الدواء، عندي دوز يلزمني ناخذها نهار الجمعة، بعد باش ناخذ الدواء نتاعي كالعادة، نفات الكرنيه نتاعي وبطاقة تعريف، ما راني نقول الأسرة يقول لك الكرنيه سيسبوندو، لأنه شهرية توقفت بالأمر 117، الكرنيه توقف ما كانش تاخذ الدواء، أنا إيكاردي وكالة مهر صناعة، فهمتني جهوي، ما رجعناش، ما عندناش حل قانوني، يا سيد الرئيس، يلقينا حل قانوني بمقتضاه نرجعوا لخدمنا، احنا راهو كي جينا منتخبنا شعب، وجينا على أساس باش نخدموا البلاد هذه، ما وفقناش، وفقنا حاجة أخرى، هذه أنا مواطنة تونسية، قطع نظرة على كل شيء، أنا مواطنة تونسية من حقي في الصحة.